مرحبا كل أهل الموصل من الرازحين وليس النازحين لقد مرت بهم أيام مرة ولكن المرة يحلو هذه الأيام الموصل تعيش أعيادا ثلاثة وهنا لا بد من التنويه إلى أن رجلا قال لا قلب لي إلا مدينتي هو بيننا الآن الأستاذ إياد العناز مرحبا أهلا وسهلا دكتور أنت من الرازحين أو من النازحين؟ أنا من الراسخين، <applause> الراسخين. <applause> 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 <مخلا> <applause> هذا الوجع يعني هذه خمسين همسة نعم ولكنها معلنة الآن بعد النشر ما هو شعورك؟ بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لك أخي الدكتور العزيز ولكافة مشاهدي القناة هذه كانت حقيقة هي همسات لكن هي همسات وجدانية خاطبت مشاعر ومكابدات شخص يحب مدينته يعني الموصل هي تعتبر من المدن الأصيلة والمدن, والمدن التي يحيا فيها الإنسان لا يمكن أن ينساها فمدينتي مدينة الموصل فقلت لا قلب لي إلا مدينتي وستبقى هكذا ليس في قلبي ولكن في قلوب كل عاشقين لها ولكل أبنائها الأصلاء الموصل هي الحضارة الإنسانية الموصل هي الامتداد والجذور الاصيله التي تمتد حيث اعماق الارض، لا اجمل من مدينه الموصل، قد لا اكون متطرفا اذا قلت انها اجمل مدينه في الكون. لماذا؟ لانها تعطي عبقا وتعطي رائحه خاصه، هذه الرائحه والعبق الروحي يمتد عبر كثير من سنين وقرون من من الحياة الطبيعية والحياة التي عاشها أبناء هذه المدينة المدينة تتميز بعدة أمور أولها أن هذه مدينة تعشق الحياة هي ليست مدينة إلا للإعمار والبناء أبناؤها وأهلنا بنات حضاريون يعملون ويعشقون القانون وبالتالي هم يسعون إلى بناء مدينتهم ونحن نعلم يعني أنت تعلم والإخوان جميعا ما حدث لمدينتنا وما حدث لكل هذه المدن الأصيلة الموصل طبيعة أهلها ناس طيبون يعشقون ليس فقط الحياة وإنما يعشقون كيفية اختيارهم إلى من يحبونهم أو وأنقياء في علاقتهم الاجتماعية فلو تحدثت كثيرا عنها فماذا فعلت في أيام انا ما يعني احنا انا اتكلم عن عشر سنوات من الغربه التي فرضت بفعل كثير من, الأم من الظروف التي مرت في في حياتي. لاحظت انه لا يجب ان تكون هنا لدينا هناك نوع من الهمسات، نوع من الوجدانيات، فكتبت هذه هي كانت يعني كان تاتي في اوقات المحبه، في اوقات العشق، في اوقات يعني التراتيل التي تاتي مع الانسان وهي تحاول ان تخفف عنه بعض الالام المحبه والشوق والحنين الى الارض الى الجذور الى الذكريات الى الاهل الى الاحبه، هذه الامور كلها تجمعت في هذا الكتاب، انا سعيد جدا ان ينطلق هذا الكتاب الذي خاطبت به اهلي وخاطبت به بلدي وخاطبت به كل انسان محب الى مدينتي، نعم انا خصيتها بهذه الكلمه. وبالمناسبه عندما ترى الكتاب ستراه الان هو يعني يخاطب المدينه من من, من اعمق جذورها وهي منطقه القليعات وبالمناسبه هنا يعني اوجه شكري وتقديري العالي للاخ العزيز الفنان التشكيلي الاستاذ عضيد طارق الذي ساهم وكانت له مساهمه في الاعداد وتصميم هذه الغلاف وبعض التصاميم الداخليه وكان له دور ايضا في الحاله الفنيه للكتاب لكن انا ارجع واقول لك يعني حتى بالموصل انا اقول لك انه نحن يعني عندما عندما نتكلم عن مدينتنا نتكلم بها بكل راحه. انا استعيد كثير من الذكريات التي عشتها وطبعت في ذاكرتي، يعني احنا عندما نتكلم الان عن همسه من الهمسات. فيها همسه تتعلق ب كيفية أن نخاطب مدينتنا بالمناسبة أنا أيضا هنا أريد يعني الحقيقة أنه هناك الأستاذ العزيز ذو الصوت الرخيم الأستاذ عبد الكريم الخلايلة أنا أستمع إلى البرامج ودائما محاورات جنابك رأيت صوتا يعني مخمليا وصوتا جميلا جدا يعني أتمنى على الأخوان في الإعداد وأتمنى عليه أن يقرأ لي هذه السطرين في مجمل الحوار إن كان ذلك وأنا الحقيقة كنت تواق لهذا الموضوع لماذا؟ لأنه لاحظت أن هذه من حق يعني مدينتي أن توصف بهذه الأوصاف الجمالية فقلت وأتمنى أن الأستاذ الخليل أن يقولها هي زجاجة من العطر الفواح كقلب المحب العاشق كأنها ضياء الكون وروح الطبيعة التي تعانق أمواج نهر دجله الخالد وتغوص في اعماق النفوس الطيبه هي طيف يداعب الاشتياق والدفء والحنين الموصل المدينه الاصيله التي تملا الارض حبا بعروق ابنائها المخلصين وتمتلئ السماء بعبق رائحتها التي تفوح من جنباتها شوقا تنهار القلوب المتيمة بها من قطرات صافية من زخات المطر تناغم الشوق الكبير إليها فتى الموصل الغريد وليد السراف قال يا موصليون هذه الأرض جنتكم فلا يوسوس لكم في الخطب ترحالوا أنت عندك همسات وسوسات بالله عليك يا اياد الله يرضى عنك يرضى عليك انت عشر سنين غبت عن الموصل نعم أه هل كانت همسات ام وسوسات؟ قل لي احلامك لياليك انت جئت الى الجرح ال... اعتبره ليس جرحا غائرا وانما جرحا طيبا لا هي همسات همسات محب انا من اقل لك الشكل حتى اقل لك اوصل لك الفكره انا كنت عندما اكتب هذه الهمسات متى اكتبها؟ اكتبها خلال فترتين حقيقة حق. اما بعد صلاة الفجر ما بين الفجر وما بين طلوع الشمس او ما بين المغيب الى العشاء في هذه الاوقات تعلم يعني هذه اوقات وجدانية تحس بها بانك مع حياة جديدة انا اتذكر كنت بها يعني يعني وحدي منا كتبت كيفية الذهاب الى اسواق المدينة وعبقنا انا اتذكر كنت انزل اي سوق سوق هسا هيجيك سوق السراي هسه آه. طبعا هيجيك انا كنت في حياتي في المدينه يعني وانا كنت بعدني صغير يعني كان عمري ست سنين سبع سنين كان في مدينه باب السراي معروفه باب السراي القديم انا اتكلم لك الان سنه 1966 67 جدي رحمه الله عليه يعني حامد العناز وعمي الحاج مصطفى العناز كان لديه كان عندهم دكان صغير ويصبي مقابيل جامع الباشا فانا كنت صغير فبالعطلة ياخذوني معاهم يعني انا بصف ثاني كنت ابتدائي ثالث فياخذوني معاهم بالعطله يخلوا لي بسطه صغيره والبسطه الصغيرة عباره عن صندوق أي شكل ويخلوا لي بعض الشغلات اللي تتع... يعني الناس اللي يشتغوها اتذكر قسم منها مثلا فركيتات قسم منها ابا قسم منها جواريب قسم منها كفيات قبل ايام زمان انا اسمح لي طبعا هاي لازم احكيها باللهجه المصلاويه التي اعشقها يعني ويجب على جميعنا أن نلتزم بها أبناء هذه المدينة هي هويتنا التي نعتز بها هي انتمائنا هذه اللهجة هي لهجة محببة لهجة تحب الاحتواء ليس هي عنصرية عنصرية الاحتواء للآخرين وليس هي العنصرية الخاصة بهم كما نتهم أو كما يقال لا الموصل مدينة لكل الأحباء ومدينة فلهجتها هي لهجة محببة للجميع فكنت أه... انزل بيها فباب الصلاه يعشقه من ذاك وكان عندما يصير صلاه العصر الظهر والعصر كان مباشره جدي ياخذني على على جامع الباشا. الباشا الان هو من الجوامع القديمه بالموصل ومن هناك يعني من هذيك الاوقات يعني عندما اشتم ريحه الموصل يعني هسه انت جنابك الكريم اذا تقول لي اشني امنيتك راح اقول لك انا يعني ركعتين في الجامع الكبير واستكان شاي في باب السراي هذه المشاعر انا قد لا انا اعيشها بكل معانيها المدينه لها طعم خاص ولها عبق خاص يعني انا ما كنت اطلع من بيتنا واطلع مباشره عبر جسر العتيق واصل الى نسمات مدينة الموصل وإلى الطيور والتي ت... ترفرف على نهر دجدة وعبغة وأصل إلى باب السراي أنت تعلم هذه الخطوات أنها الآن كم أعدها هذه كانت إحدى الهمسات زي أقول لك على صلاة الفجر نعم صلاة الفجر في زرقة الفجر أظناني الشوق للحدبة إلى أهلي لجامع كان... كبير ها؟ شوف انا كنت اصلي في جامع الكبير آه. صلاه الفجر. هذه يعني عندما نتكلم عن جامع الكبير جامع الكبير اصبح يعني هو مناره كبيره، ها جامع الكبير ذات جامع النوري آه نعم آه. احنا كنا نسميه طبعا هو الجامع الكبير، الجامع الكبير اللي انا عشته بينه لانه مدينه هذا بالمنقوشه ما؟ لا هذا هو جامع الجامع الكبير هي محل الجامع الكبير كشامله هاي ما بين السرشخانه شارع ما آه. ويطلع لك الى شارع الفاروق مباشره وبنصه الجامع الكبير، الجامع الكبير هو كان معلم من معالم المدينه، هذا كان بينه انا يعني هم ايضا في منتصف الستينات والى السبعينات 72 71 72 عشت بها بم... عشت حياتي بها وكانت هناك مدرستي مدرستي الابتدائيه الخالديه فانا عندما استوحي هذه الهمسات استوحيها من هذه الامور يعني عندما كنت كنت اقعد الصب... الصبح نقعد اذان لانه اذان الفجر يعني اذان الفجر كان نسمعه باذننا لانه بيتنا قريبين 300 متر عن الجامع التربيه اللي كنا نعيشها اضافه للتربيه البيتيه كان اكو التربيه الاخرى التربيه المجتمعيه منو كان جيراني جيراني عن عن بيتنا عن بيت الوالد رحمه الله عليه ثلاث بيوت هو استاذ محمد نوري استاذ محمد مدرس اللغه العربيه مالتي بالعد... بالمط... بال بال عندك <تصفح> <تصفح> صورته؟ عندي صورته ايه آه. المدرسه الابتدائيه هي بالخارج كان يدرسني عربي ودرسني ايضا دين فكان شوف كان ينتظرنا اطلع وقبل ايام زمان ما المفتاح مثل الساعة مفتاح كان يمكن وزنه بقى له وقت يعني حتى انا من كنت اشيل مفتاح كنت اشعر بالثقل لانه الابواب القديمة والسقاطات مالتها مال الموصل والمفتاح ما تفتحه هو كله حديد فكان تطلع الوالدة رحمة الله عليه شوي الساعة لي ابوي بس الشيك تطق طقتين الشكل فكنت من أطقه والله اشعر بها لانه بعدني صغير فكان ياخذني ياخذني على الجامع وكنا نصلي صلاة الجيم الفجر معانو ونرجع وكان يتلو ومن اتذكر لحد المرحوم عبد الله ابراهيم رحمه الله صوته رني وصوت رخيم وصوته جميل جدا يتلو القران الكريم قبل ان تقيم الصلاه. ف يعني احنا انا قاعد أتكلمك عن يعني كثير من اوجه العلاقه المجتمعيه داخل الموصل، فانا من اريد اتذكر من اتذكر استاذ محمد نوري والان هو حقيقه يعني انا اتصلت معه قبل بالعيد. يعني وعيدتونه وسلمتوا علينا هذا الرجل يعيش معاي ويعيش معي لانه ما بس كان جيراننا وإنما كان صديق فكان يجي الصبح هالشكل يتشاقى معنا يقول لهم اليوم تعرفون من اخذتوا معاي على الجامعة اخذتوا اخوكم اياد فانا كنت اعتز بها أي الشغله فيا دكتور يعني هذه المفاهيم اللي انا اتكلم بها احنا الان في هذا الوقت الحالي وفي هذه الحقب الزمنيه وهذا المخاض الصعب اللي قد يعيشه مدينتنا وقد بلدنا انا احث الشباب الان احث الفتيان على ان يتمسكون اكثر بهذه القيم وبهذه الاخلاق وبهذه التربيه التي تربينا لانه هذه راح تحميهم احنا الان من وصلنا الى لم من, وص من اوصلني الى ان اجلس مع جنابك الكريم في هذا الحوار الطيب لولا المعرفه ولولا القراءه لولا الحرص على ان 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 تكون التربيه صحيحه يعني انا في هذا الجانب اذكر وفي همسه في صفحة 110 101 إكراما كان للأستاذ محمد نيوي وإكراما للأستاذ موفق صالح رحمة الله عليه هي الهمسة كانت متى العودة وحتى لا يحين الرحيل حتى لا يحين الرحيل أبكاني جدا أستاذ موفق صالح رحمة الله توفى طبعا مع الأسف لم أراه قبل سنتين توفى هذا كان يدرسني التربية الوطنية في المتوسطة المركزية بمحلة باب الشرقية ما بدنا نعم انا كنت المتوسطة المركزية فيه والشرقية والشرقية العدادية الشرقية بعدين <applause> هذا الرجل كان يدرسنا التربية الوطنية ودرس التربية الوطنية بين بي سنة سنة 73 74 وكان رجل ذا مفاهيم قومية أصيلة وذا محب لبلدي ولي ولبلدنا العراق وكذا فهذا يتصل بي قال لي أبوي أياد الشكل قال لي أبوي وأخوي أياد أبوي إيه ما ترجع الله يحفظك إيه ترجع أريد أغشعك قبل ما اموت كانه والدي يتكلم معي انا عندما اتكلم استاذ موفق معي هالشكل لم لم استطع من المكالمه قلت استاذ الله يحفظك ويبارك فيك والعمر طويل لك جلست مباشره اتفقنا ما تبكي ما بكي في خليني انا على انا بالعكس هذه الدموع يعني هي ليست يدوم هي انا يعني لو تسال الاخوان انا حتى في اللقاءات التي تتعلق بالتحليل تتعلق بامور البلد انا يوم من الايام سنه 2016 حتى ما اريد اقفز بالتواريخ لكن حتى اقول لك في 2016 كنت اتكلم عن مدينتي وهي تحتضر قلت ان هذه مره بعين وصلت الى حال ان يدفن ابنائها في الساحات العامه وفي حدائق المنازل نتيجه القصف الشديد الذي عانته خلال 2016 17 نحن أبو ربيعين يدفن أبناء هذه الزهور الجميلة وهذه العوائد الطيبة تدفن في الساحات العامة وتدفن في حدائق بيوتهم وهي كانت حدائق للزهور أم للأموات فبكيت بكاء هسه قليل هاي انسى هاي كم دمعة احنا فأشير إليها كما أشير أنا أكيد أخذ المخرج يعلم ذلك فغير الموضوع فقال له لا تغيروا خليني استمر، فاخذ هذا اخذ هذا اللقاء على مراكز البحوث كاملة وقيل انه الباحث يبكي من اجل مدينتين. البكاء نحن نبكي ليس على الاطلال، لكن نبكي على الحاضر ايضا ومن لنعلم كيف نعيش المستقبل. هذه المدينه عاشت حقبه زمنيه قاتله وعاشت مخاض كبير، والمخاض الكبير هكذا تعيش المدن الاصيله وهكذا تعيش المدن التاريخيه الحضاريه المستهدفه. عندما تستهدف تستهدف بهذه البدية ولذلك عندما أقول علينا أن نكون بهذه, المجتمع، بهذه الروح المجتمع أن ندعو إلى التآزر إلى المحبة إلى التعاون إلى قبول الآخر إلى المحبة بيننا إلى التكافل الاجتماعي كل هذه كانت من من الأخلاق اللي تربينا عليها كانت من القيم التي عشناها في جزء عزيز على قلبه من وطن ضمه بين جناحيه حين وجد عمان توام الموصل شاء ان يتشاغل عن مسقط الراس بالقراءه والاطلاع على ما في بطون الكتب وما حفظه عن ظهورها فكان له لا قلب لي الا مدينتي ثم طاف في مكتبات تماثل تلك التي لها نظير في شارع النجفي بالموصل ثم السرجخانه فكان ان وضع كتابا اخر يؤرخ فيه جام شواغله فكان هذا الكتاب الوجع العراقي يقول الشاعر لقد أعجبتني لذغة موصلية رمتني في تيار بحر هوى اللذغي تغفق فشرب الخمر من كرم ريقتي يزيدك م. عند السكر شكرا على شغري ترفق فشرب الخمر من كرم ريقتي يزيدك نعم. عند السكر شكرا, شكرا على شكري نعم أحنا خلينا نتحدث باللهجه المصلاوي حتى نسحبك نعم. انت اين محلك كنت عايش. انا كنت عايش في محلي اول ما محله باب جديد باب جديد وبعدين انتقلت الى محله لهجه شامل كبير نفس الموصل سمعني من شعر 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 الموصل <applause> انا حقيقه كنت احكي معك بموصل. يعني احنا كنا نقعد الصبح كنا نتغيق وناكل ونشرب وبعدين نروح للموصل نروح للمدرسه الحجيه كانت هي انه يعني شنطنا المدرسيه وكذا نطلع متونسين اتذكر لحد انا كنت أحدوانيه يعني ذكر دح ايش يعني كان دحدوني مثل النجلي نزل. هاي الدحدرونية يمكن الان حتى يعرفوها الاخوان المشاهدين خل... الدحدرونية هي مكان مرتفع ثم ننزل الدحدرونية واسو كانت تاخذني تاخذني مباشره على قنطره القنطره ايشني؟ هي؟ قنطره كانت توصلني حتى الى مدرستي الابتدائيه الخالديه فاحنا كنا هذه وكنا نتونس كطائر حافظ نشيد من المدرسه؟ حافظ ماشي من المدرسة بل يوم الخميس <applause> والله كان اتذكر يعني كانت اولا خميس كان اكو تحيه العلم بالمناسبه وكان ينشد فيها اناشيد الوطنيه يعني عن البلد لكن اتذكر كان يعني كان أكل النشيد اللي كان متعارف عليه كان البلبل الفتان يطير في البستان غنى على الاوصان اجمل الالحان هكذا يعني زين انت... قطار ما يمر من, من خلفكم؟ لا القطار اللي تحكي عليه وهذا هذا يمر بمنطقه القيادات واللي فوق شوي عنا صح نصح نصح القطار قوم انزلي قوم هاي ما حمام علي <applause> حمام <أحمد> علي هذه هذه النغم يعني احنا لو نرجع يعني احنا يعني مثلا نتكلم عن الملا عثمان الموصلين نتكلم عن قارئ المقام كان عنده محمود اسماعيل موجود موجود لحد لا رجع 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 الان ونتكلم عن القائد المقام الكبير رحمه طلع انه اسماعيل فحام اللي كنا نسمعه وكذا هذه هكذا كنا نسمع وبعدين حتى نعم هذا اللي رسمها هذه الطارق هاي وين هاي وين هاي 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 هذه هذه هاي القايه هاي قليعات قليعات هسه راح يرجعون مشروع الحلم هذه القليعات عندك لا احكي عن مشروع الحلم لا انا قرأته عنه البارحه يعني قرأته عنه قبل ايام كانت انه انه مليار دينار 90 مليار دول دينار. دينار, دينار عراقي آه. انا قبل شويه حكيت لك قلت لك انه الموصل عاشت مخاض الموصل عندما تعيش مخاض يعني يعني هسه من من الموصل يريدون يعملوها يعادوها يقول لك جني دعمه او اريد عملها مثل الموصل لحد الان لا زالت لحد الان هناك كثير من المعايير الاجتماعيه هذا حلم أنا... ربيع الحافظ كان قاعد محلك هسه اي نعم اي هذا لماذا نحن؟ لانه يعني هذه المنطقة اللي نتكلم عليها هي المنطقة اللي تأذت أكثر شيء، يعني أنت تتكلم عن المناطق اللي هي شارع نبي جرجيس، تتكلم على القريعات، الباشطايب، وباشطايب والمناطق راس الكوخ راس الكوخ وتتكلم على سرج خانة، تتكلم شهوان. على شارع النجفي، تتكلم على جامع الكبير، تتكلم على مصر الجديدة، باب سنجار، هذه المناطق اللي 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 الان اكلت وكما يعني هدمت على رؤوس ابنائها يعني بيتكم عامر لسه؟ احنا اي منهم بيت؟ بيت ال بيت موجود انا لانه انا تبينه انا تبينه؟ ايه موجود يعني ايمن بس... بس... ايسر؟ لا ايسر ايمن كلته ايمن كله ايمن قلبك طيب ويصب ويصب؟ هو قلبك <applause> أنا, يعني انا بيتي ق... انا قلبي يبقى 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 يروح على الجامع الكبير ابدا انا قلت لك قبل شويه امنيت يعني هسه اذا حلمي شي... حلمي ركعتين في جامع النبي النبي في الجامع الكبير ابدا ولكن نبي شيتم كنا لانه كانت مدينه كانت المتوسط المركزية هناك انا ارجع لك على موضوع مهم جدا عندما نتكلم عن عن موضوع الهمسات لماذا هي؟ هذه الهمسات لم تاتي هكذا اعتباطا يعني انا جيت وحكيت لك هي قلت لك عليها انه هي جت من خلال ما انا كنت اعيشه وهو كان يعني حقيقه يعني نتيجه كثير من العلاقات اللي كانت يعني كثير اخوان عوائل لازلت على اتصال معهم ولا زلت اخوان احباء انت من تتكلم مع صديق عزيز عليك يعني انا من اتكلم مثلا عن صديقي عاكف هاني ابو ايادس وحتى سماه اسمه يعني هو هو يسمعني عندما اتكلم معه انا ترتبطني علاقه مو الخمسه خليك تعرف اكون أين؟ العكاز العكاز هسا انت مواليد 60 الواحد اللي يخشعك يسمعك يقول هذا رجال يعني كبير ما كبير كبير, كبير. ما شاء الله كبير بعواطفي <applause> ما، جنابك دكتور الكبر الكبر والعمر تعرف انت لا يقاس بالسنين لا يقاس بالمعرفه ينقاس بالانتماء يعني اكو كثير احنا الان الانتماء الى الارض الانتماء الى جذور المدينه يعني اتكلم عن المدينه حتى الاخوان الاخرين انا عندما قلت عندما تكلمت عن مدينه الموصل انا اقصد العراق ككل هذا وعندك وجع عراقي نعم الوجع العراقي نعم اه هذا ايضا وجع عراقي ما خلصنا من وجع الموصل الوجع العراقي تكلمت به عن العراق ل 20 سنه مضت من 2003 الى 2023 ماذا حل في العراق؟ اخذت بأربع صفحات اخذت الصفحه الاقتصاد يوما بيوم ليله بليله بي تكتب؟ انا اخذت طبعا لا ليس هكذا يوم بيوم وليله ولكن اخذت على صفحات صفحات مثلا الصفحه السياسيه اخذت الصفحه الاقتصاديه والمجتمعيه والامنيه اخذت طبعا جوانب كثيره من 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 ما حل في البلد قال لك على الليله الليله لا تنسى نعم تسعة حزيران انا قلت لك قبل قليل واعيدها دائما المدن الحضاريه تعيش في مخاضات ودائما لديها محطات تمر بها لماذا لأنه هي أساس الحياة وهي أساس تقدم المجتمع الذي تعيش فيه تلك المدن الاستهداف لم يكن استهداف لبشر لا استهداف لحضارة استهداف لحجر استهداف لتراث استهداف لجوامع لكنائس لمدارس لتاريخ كبير احنا عندنا عندنا اقدم جامع كانوا مسجد 16 هجري بني في زمن الخليفه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه على ضفاف نهر دجله ضع من عندنا مع كثير من ال... طيب لما سقطت منارة الحدباء شنو شعورك؟ لما سقطت منارة الحدباء سقط معي كل شيء جميل وتراث يعني سقط معي تاريخ تاريخ بلد وليس البلد العراق تاريخ حضارة عربية إسلامية المستهدف في هذه المنارة ليش هي عمارتها الآن الآن أكو محاولات الآن يبنون الجامع النوري الكبير ويحاولون يعيدوا العمارة حتى تعود روح هتك هتك هت روح رائحة الحجر اللي بنيت به المنارة ال 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 منارة زمنها أكثر من 950 سنة يعني أنت أحد الشواخص الرئيسية لمدينة المصر هي المنارة تسمى تسمى بالحدباء لكن الذي الذي ال 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 قام بهذا الفعل لم يكن يستهدف فقط هذه كحجر لكن يستهدفها كرمز رمز رمز لماذا لأهالي هذه المدينة التماسك الاجتماعي اللي كانت تتصف فيه المدينة ولا زالت إن شاء الله وأكو وال 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 مثلا يعني نعرفه يعني تعرف أنت بالمصر ما نحكي يقول أبوي قلبك على أغ... قلبي على قلبك ونحن لا زالوا واحد قلبه على الأخ قلبي على قلبك وقلبي على قلبك إحنا كنا جيران واحد يعرف الأخ محلي إحنا محلي إيش يعني محلي مثل يعني تعرف جيرانك يعني الدربونة والعوجي, والعوجي اللي كنا نعرفه إحنا تربيت صحيح. احنا كنا تربينا بالعوجات اصلا العوجات كانت كلها ماكو واحد ما يعرف الله ما واحد يعرف اسم الله ما يعرف اللي. كنا نفوت طيب سلم على جيرانك هسه شعوك على الشاشه هي سلام ابدا انا اسلم على أو على ارجع اقول لك اياهم سميهم بالاسم والله بالاسم هسه اسلم اسلم لك اياهم على على على, على, على ال... كنا اولا البيت الباب جديد ها العفو خلي ابدا لك بجامع الكبير جامع الكبير انا اسلم على الله يرحمها بس توفت هي الحاجه الحاجه ام طارق كان جيراننا، واسلم لك على اخويا راغب واخويا محمد، واسلم لك على عائلة المرحوم طه اللي ابوه اللي اولاده ياسين ومحمد وسالم، واسلم لك على عائلة الأستاذ بشير القطان رحمة الله علينا، هذا أستاذنا كلتنا، اللي والد اللي ابنه الآن عبد الحق، دكتور عبد الحق يدرس الآن في الإمارات ورئيس جامعات عمان. واسلم لك أيضا على أخويا العزيز ميسر وفوزي، اولاد عمّة الحلاق اللي كان موجود مقابيل بيتنا بالضبط وطبعا الاستاذ محمد نوري يسمعني الان وعائلته واهله واصدقائه انا كلته هذول في جام هاي وصفة احكي لك اياها قبل ايش قد قبل حوالي اكثر من اكثر من 58 سنه بس ايش ما انساها وطبعا اذا جينا على باب جديد طبعا عم باب جديد اللي هي المحل اللي بيا عليك على المرحوم عبد الحاج عبد الرزاق والمرحوم حجي صبري اللي كان الحلاق مالتي هذا الحلاق هذا الحلاق ابدا نطلع بالضبط بد... على صفحه اليمين مع عوجي مالتنا الحلاق ونسلمك على عما حامد اللي كان حجي تسوق نحن نسوق من عنده ونسلم لك على عما صفوا المقابيلنا أحس... شيخانه مالته ما ماكو معي هاي شارع شارع فاروق كلته امام وكنا ونسلم لك على عما راقي الله يرحمه كان احسن مكتبه كنت كنا عمرنا عشر سنين روح ناخذ منه مجلتي واخذ منه المزمار مجلتي الم... والمزمار مواليد 60 المزمار صدرت بال المزمار بال 71 71 وبال 69 نهايه 69 مجلتي لا مجلتي بال 69 مجلتي صدرت نهايه 69 ولا زلت احتفظ بالعدد الاول منها وكنت اخذها ب 50 فلس وكان الوالد قال لي ابوي هاي خمسين فلس خذها من عند انا اعطيك عن اياها وانت هاي ما تعلق بخوجيتك لانه كان يعطونا خوجي كان خ... ايش قد ال 50 فلس؟ وقبل وال 15 فلس كنت اشتغل بها جريده المزمار اسبوعيا تصدر. احنا التربيه اللي كانت بذاك الوقت التعليم كان اساس يعني احنا عندما نتكلم عن التعليم نتكلم انا ومعاي كان اخواني يعني كنا نتبارى في هذا الموضوع يعني نتسابق يعني ايش هون كانت ماده الانشاء تعرف جنابك الكريم اللي يكتب انشاء احنا عوانا صف ثالث ورابع ابتدائي يقولوا لنا انشاء وعندنا التعبير ماده التعبير في اللغه العربيه فلذلك احنا نشانا واحدة من عندنا اسلوبه هسه تقول لي انت شلون كتبت هذه هوايه هاي هوايه لكن اساسا مين اذكر انه الاستاذ ابراهيم امين المكتبه للمتوسطة المركزية كان في كل مدرسة في كل متوسطة وكل أعدادية يعني مكتبة مكتبة ناس يجون يقرون بيها نستعير بيها الطلاب احنا نستعير إضافة إلى دراساتنا يعني كنا ندرس الهندسة والفيزياء العفو ندرس فيزياء وكيمياء وجبر وهندسة وعربي ولكن معاها شكو معاها ناخذ ونستعير والله أنا أتذكر سنة 1974 أخذت جائزة الطالب الأول المثالي في الاستعارة أنا بذاك السنة وسنتين قريته كل ما يتعلق خلال سنتين قريته كل المنفلوطي، وقريته لنجيب محفوظ، وقريته الى يوسف السباعي، وقريته الى جودة السحار، وقريته الى طه حسين، وقريته الى نجيب محفوظ. انت جنابك كريم هذه كان بس ما كانت تأثر على قراءه دراستنا. في كل مجال كان هناك مجال. لانه كانت كانت هناك مواعيد الاكل، مواعيد الشغل. كنا نرجع الحجي كان الله يرحمه نرجع الساعة 12 وعاش كنا نطلع من الدوام الابتدائية نصل الحجي كنا طلعت حتى انه خبز خبزت الخبز الحافة القصايه بس باش عجبك تاكلها وتنزل تاكل القوصاية وكنا عملت الأكل اكل كنا عملت الطاومة الموصل او كنت عملت يعني احنا هكذا عشنا لذلك من اقل لكم كنت اعبر جسر العتيق حتى ارجع الى بداية الحديث كنا واحنا نرجع ليش نعبر جسر العتيق حتى نتفق احنا مجموعة من من الشباب حتى احنا في عمرنا كان عمرنا خمسين و40 سنه كان ونسدنا الصباحيه الساعه 6 ستي ونص اذا كانت ديني الصبح يعني من الصبح واحنا ننزل ايش نعمل؟ باب السراي نروح نقعد هناك ايش اكو؟ اكو مطاعم المطاعم الشعبيه اللطيفه اكو القلية مصلاويه كشكار واكو... هذه كشكار مال الضغي اه اه طبعا بس الصبح ايش تاكل؟ قليه تشريب القليه وتشريب القص والفشافيش والكباب وبعدين وبعدين انت هذه معها ايش؟ معها ابتسامه ومعها ضحكايه ومعها راحت نفس وبال حتى في 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 اكثر معاناته زين اقول لي قول لي وين وين كان استوديو مراد مراد استوديو مراد بدايه شارع الجمهوريه بدايه يعني يم سينما الجمهوريه مقابل سينما اطلس بدايه اول بدايه لشارع الدواسي كوفاديس وين كوفاديس كان عندنا هذول طبعا اثنين يمكن اخذته انا عندي صوره عند مراد الله يرحمه كوفاديس و... صوره صور لك مراد هي مراد عندي صورتي والله ما ساعدك وموجود يبعث لك اياه حتى ده آه. عندي والله مراد عندي حتى هسه بالله ابعث لك اياها ان شاء الله مراد كان صورني وعندي و... صوره مع كوفاديس كوفاديس, كوفاديس شارع حلب لا طبعا نعم وكان عنده قبل ما يكون شارع حلب ويصب كان بالضبط بشارع نينوى هنا رمته المقادير مختارا غير ملوم فهو ان هامت روحه وفاض مجرى الدمع حيث لا سد يدراه وجد بيئه افتراضيه ان بلغها ردد مع نفسه ومشيت في عمان اصحب غربتي والدمع اذ حاولت غير مطاوعي حتى دلفت لشارع فوجدتني في الموصل الحدباء ذات الشارع هذا المشروع يبلش منين يعني يبدي من الجسر العتيق إيه؟ للجسر الخامس ايه كله فيما يتعلق بال, بال... بال... كم بيت بالمشروع حسب معلوماتك؟ هم قالوا انه سيبنى 274 بيت في المشروع وسيبنى هناك عدد من يعني من, من الكازينوات المقاهي وبعض وسائل الترفيه اللي بيها طبعا هذا شيء جميل احنا المدينه هي المدينه مدينه جمال يعني انت ايش عندك ارض خصبه بس تعال فلاح يزرع بيها، ما تحتاج، يعني ما تحتاج تجيب لك اسمده وكيميائيات، هي المدينه مدينه جميله، الله سبحانه وتعالى حباها بهذا الجمال، يعني احنا من نقول من نقول عبق المدينه ورائحه المدينه وتاريخ المدينه، ما هي المدينه هالشكل. لكن هذه المدينه ليش ليش الان تاخرت؟ حكيت لك العوامل انا ما اريد ان ما اريد اسحب الى مواضيع اخرى نحن نتكلم بموضوع الان في هذه الحلقه الوجدانيات المشاعر الحقيقيه العشق الحب الانتماء لكن هذا الانتماء ماذا يعني انت الان الموصل ايش قد تعمل له قد ما تريد الان تعمل للموصل ما راح تجازيها قلت لك 10 سنوات تاخير احنا عشر سنوات تاخرنا كثير احنا ليش البناء بس مو الانسان الانسان اللي اللي استشهد الانسان اللي اللي اعطى دماؤه 45 الف جثه تحت الارض من الابرياء من المساكين نحن نتكلم عن 10000 وحده سكنيه نتكلم عن 23 حي سكني هدم وهدم على اهله وعلى أهله هذه يجب ان تعاد عندما تعاد نعم الان انا اتمنى ان انفوح عندما تكون هناك الشوارع الجميله والحدائق والمتنزهات والت وال 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 والمجسرات وعندما تكون احكي لي عن المتنزه كنت صغير كنت إيه ما كنت؟ اي لكن حديقه حديقه الشهداء عايش أيوه. حديقه الشهداء احنا كلتنا كانت كنا واحد حديقه الشهداء وكان اكثر ونسه نتونسها انت تعرف جنابك يعني يعني انت بيني وبينك كلتها ماكو كم سنه لكن انا اريد اقول لك شغله ونسيتنا اللي كانت احنا كنا خميس بس احنا كنا من السبت الى يوم الخميس كله دراسه نرجع اذا ديني صيف ننام الساعه 9 نطلع على الاسطوح لا كان اكون بر على السبت خلي اخذ واحنا واحنا هسه اقول لك والله كان الوالد والوالد رحمه الله علينا والحجي كان بالعطله مال صيفيه ياخذونا بيت حمام علي لمده شهر او اقل يعني 25 شهر هاي كان الصياف مالتنا وكانت قوم اجي على التلال والله ابو عمر نعم التلال تل السبت تل السبت و... كنت طلعتوا عليهم وطل السبت كنت عليهم حمام علي كنت سبحتوا بيا تل البنات <تلع> هذا اللي كان يعني ان هذه كانت ونستنا بس ايش كانت ونست تعرف انت من من, من تطلع بتل... من كان مثلا نروح تل السبت او نروح على حمام علي وناخذ البيت من يجي معك؟ يو تجي معك عمتك وتجي معه ويجي با... بيت عمك ويجي و... والحج يتخبط جيراننا ويجون ويخلون ويخلون الدولمه ويخلون العقوق والعقوق والكباب مال موصل ويجون يعملون الترتيبات الحلوي ونقعد كل هناك سوا هو البيت ايش قداته؟ البيت كلته كلته 50 متر 60 متر اتذكروا لي حد لكن كانه الان من تقلي كانه الان منتجع لانه كانت الحياه طيبه 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 الحياه طيبه بها نقاء بها صفاء بها محبه ماكو ماكو كثير يعني لا تنظر الى الحياه كيف ننظر الى اليوم اللي نحن كانوا كانت طبعا ما كان كانوا كان كانت سنين محلي كانوا وكانت السنين محلي حبيبي طيبه هذه يعني انت الان من, ب... من 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 نرجع عليها نرجع عليها بهذا ال... بهذا السياق التاريخي او المحبه فالموصل عندما تبنيها, وعندما تبنيها هي الموصل بحاجه الى بناء اكثر الانسان عندما الان ننتبه لأن الانسان عندما نعيد تركيبته هكذا فاذا ل... فهذا المشروع نعم لكن انا مع هذا الجمالية الموصول ومع هذه مثلا الاسواق ومع هذه المولات ومع هذه لكن اتمنى ايضا بيتكم بينه رهرة بلي جزاك الله خير الناس على الرهره إيه هذا رهرة. احنا هسه طف... عندما اتكلم عن انا اتكلم لك الرهره ويصب كانت الرهره 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 كان ويصف... الرهره كان باب جديد سرداب سرداب إيه سرداب باب جديد ايه باب جديد احنا بالضبط احنا بيتنا قلت لك نهاية شارع الفاروق يعني تسمى منطقة باب الجديد واللي هي منتصفها شاغ سوق ها سوق سوق للأمانة يعني المنطقة هاي معروفة بعوائلها من من أكثر العوائل الكريمة والتاريخية عائلة الجليلي موجودين كانوا هناك يعني وهم أصدقاء وأحباء وأخوة ونتشرف بهم ونعتز بهم لانتمائهم الأصيل ولجدهم الكبير آه ال رحمه الله عين حسين الجليلي الذي له كان موقفه الوطني من هذه المدينه وهنا ومع عوائل كثيره وعشائر عزيزه نعتز بها الموصل انتمائها ليس فقط يعني نعم هي مدينه حضاريه ومدينه مدنيه ولكن لها اعتزازها وانتمائها العشائري والاجتماعي ولكل ولكل زاويه من زواياها لها احترامه وتقديرها لكن احنا انا اتكلم هوني احنا الوالد تحول ايما متحولنا جينا من جامع الكبير على باب جديد من جينا على باب جديد البيت اللي احنا سكننا بينه هو اساسا بيت جدي اللي انا ولدت بينه بينو ايام رهرة؟ بينو رهره؟ بينه رهره فجينا على قاعده شنو الرهره يعني شوف الموصل مرتب مدبر مطلع. يعني ما هو ايش كان البيت كان من الحجر يعني الحجر والحلاء يعني الحلاء مو كله كان يعني يعجبك بس تقعد بينه الرهره كان بيضي ثلج منتقل عليها جوا وكنا بيها واول ما نفوت كان عندنا هو كم من السوداب بس يهم راح كان السوداب الموني خلي الموني بيها تعرف الموني كانت تخلي بيها ال 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 البرغل والتمن وال والشكر والكل هاي كلها كانت بيها هاي الموني وكان ننزل على صفحة اللق كانت الرهرة اللي كنا ننام بيها مرات بالصيف كانت طيبة وكان عندنا الإيوان الإيوان الفوق اللي بين الغرف ما نتم النوم بالله أبغى شو بصدري بصدق العدو و, <applause> و, و هذه هذه هي طباعة يعني هذه جمالية الموصل وأهله وناسه وهذه يعني البناء المصلاوي الموصلي البناء يعني ياخذ من من الحجر ياخذ من الصمان ياخذ من ال وبعدين إيه؟ يعني عندما يعطي يعطي تطريزات تاريخيه حضر. يعني الان انت مثلا جنابك رحت زرت الموصل، شفت أبانا. بيت التراث، شفت البيوت الاخرى، هذولا بيوت الان اكو بيوت الان في الموصل الاثار تمنع تمنع هدمها يعني تعود الى 100 150 سنه وموجوده، يعني حتى عندنا بيت مثلا بقنطره القطينين، قنطره القطينين بالسرشخانه هذه الان عندما اتكلم لك عن اسواق الموصل، اسواق الموصل لماذا نحن نعشقها؟ يعني اضافه باب الصلاة مثلا كنا شارع النجيب ليش شارع النجيف شارع نحبه؟ شارع نجيب مو بس انا، كل اللي كان بجيلي بيلو مكتبات بيلو مكتبة. جيل الخمسينات، الاربعينات، والخمسينات، والستينات كان قارئ قارئ نام نام، يعني احنا لازم نروح على ابو المكتبه نحجز نحجز نعمل اشتراكات قبل قبل كان صفحه بصفحتها، صفحه مثلا مع الدكتور مجيد ايش يريد؟ يريد مجلتي، يريد المزمار، يريد مجلة العربي، يريد الدستور، يريد الوطن العربي، يريد الكواكب، ليش احنا إيش خلينا مد... خلينا روز س... اليوسف، الكواكب، حواء، حتى حواء كنا نشتريها. هذه، حواء في حين هي مجلة نسائية، لكن أنت من باب الثقافة العامة، سمير ومك... وميكي. تذكر جنابك ما سمير وميكي قريناها قبل ما نقرا مجله يوم المزمار اللي كانت هي صحف مجلات الاطفال تصدر في مصر سوبرمان نسيتها سوبرمان نعم هذه كنا ناخذها كلتها و من فكنا لازم نعمل اشتراك وانا اتذكر رحمه الله عليه لحد الان المكتبه العربيه ومكتبه الاهالي، مكتبه الاهالي صديق الوالد الله يرحمه عمي عبد الرحمن هو العم عبد الرحمن، كنا هو كان يعمل يقول لي يقلل خاطر ابوك، يوم من الايام اتذكر كان مجله الكواكب طبعا احنا شباب وكان في كواكب حلو يهم بي المعلومات وكذا فتخلص خاصه نهاية بدايه السنه يجي معي تقويم والتقويم بينه التقويم حلو مالته قال لي هاكي ما ظل عندي غير مجلتين قلت له عما عبد الرحمن اذا ما تعطيني وحده هسه على ابوي بالله قال ابوي تعال تعال بقي كان يحب ابوي والوالد رحمه الله يعني كان عنده معرض الوان معرض الوان اللي كان هو معرض تجاري يعني يبيع الالبسه والبدلات وكل ما يعني معروف معرض الوان الوقت اوشك على النهايه بس بدينك قول لي كيف نمت ليله البارحه قبل قبل والله بالله الكريم كاني امتحان بكالوريا <applause> والله كاني في امتحان لانه يجب ان احترم حالتين، احترم مدينتي اريد وقل... احكي عليها شو يعني انت قد احنا اشقد اشقد اشقل... نحكي وانا قلت لك مستعد بعد ساعتين شلونك بالبكالوريا والله؟ بكالوريا برنامج يحكي كنت خمس طلعتوا بعد 74 73 73 اوكي اذا اذا خلينا نختصر استاذ اياد العناز بماذا تشعر الان الوقت انتهى؟ بالمصلاوي احكيها والله انا هسه اشعر انه اتمنى انه لو يستمروا الوقت اكثر يعني واشعر انه يعني انا يعني 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 مقهو مقهو والله مقهو خلص الوقت يعني الان بتعرف شو يعني أنا شكري وتقديري لجنابك، شكري وتقديري لفريق العمل، شكري وتقديري لقناة الشرقية، شكري وتقديري لأستاذ ساعات، أعطانا هذه الساعة أنا يعني حقيقة أفرغت بها كثير، أفرغت كثير بها بما أعشق المدينة وأتمنى أن أراها وسأراها بإذن الله تعالى ولكن هذه المدينة ستبقى داخل أعماقي هذه مدينتي وهذه حبيبتي وهذه معشوقتي هذه ذكرياتي هذه كل حجرة بها تناديني كل زقاق يتكلم معي كل حارة بها كل عوجاي مشيت بها كل مدرسة فشكري وتقديري يا نينوى يا قرة العيون يا زهرة البيون سيدة الخاتون لا تحزني لا تغمض لا العيون فنحن عايدون والموسى ستبقى هي وحاضرة اليوم وزمن القادم بإذنه تعالى وهي دائما المدينة الأصيلة الكبيرة بمعانيها وهي تمثل طيف العراق في كل معانيه دمعتك عزيزة يا سيدي العناز وإلى هنا سكن الحديث ولم تزل الذكريات بقية وبقوا هذا حيدر انصار يحييكم ودائما نلتقي لنرتقي. انتظرونا.